أبشركم أن الله بعد سويعات من الآن سيأمر ملائكته بتغليق أبواب النار، سيغلق أبواب الجحيم، سيصفد مردة الشياطين. والله بعد سويعات سيعلن الملك الحق سبحانه ويأمر ملائكته خزنة جنات النعيم أن يفتحوا أبوابها. الله أكبر، كم لله علينا من منة. رحمته ليست في السماء الدنيا وليست في الأرض الأولى، بل رحمته وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء. هذا الرحيم الرحمن خلق من الرحمة 100 جزء، وجعل الخلائق البهائم والبشر يقتسمون جزءاً واحداً. أين بقيت تلك الرحمات؟ إن الله يدخرها لكم إذا وقفتم بين يديه حفاةً، غرلاً، بهماً، عراةً، لم تكونوا حتى الختان يعود إلى أبداننا إذا وقفنا بين يديه. هناك لنا موعد مع الرحمن، مع الرحيم، أن يدخلنا الجنان. يا ربي اغمرنا برحمتك في الدنيا وفي الآخرة. أيها الأحباب، هذه الرحمة التي جل وعلا بشرنا بها، حتى أن الكريم سبحانه لما أن عبدا صالحا أقسم ألا يغفر الله لعبد من عباده. ذاك العبد عاصي، ذاك العبد مرتكب للكبائر، لكن رجلا يدعو إلى الله بلا فقه أقسم فقال: والله لا يغفر الله لفلان. غضب الرحمن الرحيم، غضب الله وأحبط عمل الذي أقسم، وأعتق ذاك العبد المخطئ من النار. من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ نعم، إنه الرحمن الرحيم أمر الجبال والبحار والسهول، كل الأرض تتقارب، كل ذلك لأن عبداً تاب وأقبل على ربه. وقد قتل 99 وكمل بهم 100 نفس في رقبته، فلما أقبل تقاربت الأرض. أبشروا، أملوا، فإن الرحمن الرحيم جل وعلا رحمته سبقت غضبه. إن الله قد كتب كتاباً عنده على عرشه يوم أن خلق السماوات والأرض، كتبه على نفسه سبحانه العلي: إن رحمتي غلبت غضبي. لكن يا شين القلب الأسود على الثوب الأبيض، ما أقبح أن تجمل ظاهرك وباطنك بلقع. لذا أحبابي ارحموا أنفسكم. قبل أن أتحدث عن التراحم بيننا وبين القلوب التي تتراحم، ولذلك لماذا بعض الصائمين يدخل رمضان 5 أيام يبدأ العد التنازلي لرحيل الروحانية ورحيل القرآن. أول يوم قرأ 10 أجزاء، اليوم 15 ولا جزء واحد. لماذا هذا الفتور الذي يعتري بعضنا؟ أحد أسبابه ازدحام القلب بالآثام، نعم، ولكن من أخطرها أن يوجد إنسان واحد، صدقوني يا أحبابي، قد عياذاً بالله يقطع العبد. ومعنى يقطع أي أن الله المنعم رب العالمين يمنع وصول النعم منه إليه. ومن أخطر ما يحرم الإنسان ليس الطعام والشراب، الطعام والشراب أمر يسير، الكلام أن تمنع روح رمضان، أن لا تتلذذ بالطاعة، أن تمر عليك الليالي فتتثاقل، مع أن رحيل ليلة من رمضان يجعل القلب يشتاق لليلة التي بعدها ويتشبث بالليلة التي بعدها. فإذا بلغ 10 الأواخر ليس له حل إلا أن ينكسر بين يدي الله معتكفا، ينقطع عن الناس. لماذا البعض لا يعتكف؟ لماذا البعض لا يقوم؟ لماذا البعض يشتكي الأئمة؟ لماذا تقرؤون وجها كاملا؟ وجه واحد ما يريد بعضنا إمامه أن يقرأه، ولذلك لأن القلوب ممتلئة. أخرجوا سجناءها،
وأغلالها وقيحها ونزيفها عالجوه، والله إنك ستشعر برمضان من أمتع الرمضانات وأجمل الرمضانات. إن قلوب البعض محتل ومحتل من الشيطان الرجيم، وقد أرخى سدوله وضرب أطنابه ونصب خيامه، وبعضنا ما يبغى يخرج الشيطان من قلبه. لذا أحبابي أقول للجميع: ارحم نفسك قبل أن أدعو القلوب تتراحم. إذا لم يرحم العبد نفسه فمن يرحم؟ إذا ما رحمت أنا نفسي، ووالله يا أحبابي أقول لكم ما يقوله أهل القلوب السليمة، يقولون: يا شيخ، بعد أن وصلنا من كنا نقطعه وكان ظالماً لنا وكان نعتقد الحق معنا، وأنا الكبير وهو الصغير، وهو الذي ابتدأ وأنا ما ابتدأت، وطرقت الباب عليه وما فتح، ولحقت به حتى قبلت ما بين عينيه، يا شيخ أقسم بالله أن السعادة ليست في مظاهر الحياة التي نراها، إنما يوم أن يرقص قلبك فرحاً ليس فيه أحد، يوم أن تدعو لكل مؤمن. إن تطهير القلب عملية ليلية، تبغى ترتاح وتسعد كل ليلة لا بد من غسيل القلب. ولذلك عندما قال الحبيب: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، حديث عبد الله بن عمر نعرفه، قال: إني ما بت ليلة وفي قلبي غل على مؤمن. أنا طالبك يا أبو فلان، أعظم عمل، أعظم عمل في شعبان بل مقدم على الصيام فيه، أن تصلح قلبك وأن تعمل صيانة لقلبك. والبعض منا سوى صيانة للسبلت في البيت والشباك، المكيف الشباك وللثلاجة، حتى يصوم رمضان في جو بارد. والله لتعطل قلبك أهم صيانة من أن تصلح مكيف بيتك. لذلك أيها الأحباب فلنعمل صيانة جميلة. باقي أقل من 72 ساعة، ثم بعد ذلك يبدأ العد التنازلي، أو بدأ، لدخول هذا الموسم الأفيح الجميل، دوحة أهل الإيمان، متجر أهل الإيمان، قرة عين المتقين، رمضان. قبل ذلك، قبل ما تشتري ذبيحة رمضان ومقاضي رمضان وتصلح ثلاجة رمضان وتقضي لعيالك قبل رمضان، التفت لقلبك وسوي له أشعة، وكل واحد منا يعلم ما الذي في قلبه. والله إن بعضنا زين الشيطان له. واحد يقول: يا شيخ فلان يدخن عياذا بالله. قلت: وانت قاطع أخوك، دخان أبو فلان على أنه حرام أخف حرمة من بغضك لأخيك. هذا المدخن بهديها الله، والتدخين حرام، لكن الله ما لعن المدخنين، لعن القاطعين، فاحذر يا عبد الله. الشيطان أحياناً يكبر لنا ذنوب ويصغرها حسب ما يريد. ولذلك يا عبد الله لا أريد أن أطيل، ولكن فلنرحم أنفسنا، فلنرحم أنفسنا حتى تكون القلوب رحيمة. أحبابي، أتدرون أن البغضة يسبب قسوة القلب؟ بعضنا دمعته ما جرت، والله لو أخرجت من قلبك البغض لتجرين مدامعك. حبيبنا عندما زار ابنة له رفعت إليه ابنا لها أو بنتا لها تقعقع تتحشرج الروح، نزلت دمعة، فقال: من؟ قال: عبد الرحمن بن عوف. ما هذه يا رسول الله؟ قال: رحمة. ترجم الحبيب الدمعة رحمة، والقلوب التي معاشر الأحباب قد صدئت وأظلمت وقست، إن الرحمة قد حرمت إياها. البعض منا صلى التراويح العام الماضي كله ما تدحرجت من عينه دمعة، ولربما هذه الدمعة مهر جنات النعيم. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. كيف تبكي والقلب مظلم؟ كيف تبكي والسجناء قد تمسكوا بعروق ونياط هذا القلب؟ لذلك أيها الأحباب، دعوة لكي نتراحم، ولن ترحم غيرك إذا كنت لم ترحم نفسك. فابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أيها الأحباب،
الرحمة هي إكسير السعادة في الحياة، والرحيم من عباد الله من أسباب نزول الرحمة علينا أن نرحم. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وللحبيب عندما قدم له في حديث الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم، قال: أو أملك أن نزع الله ما قال الشفقة الرحمة من قلبك؟ إنما يرحم الله من عباده الرحماء. مر عليه صلى الله عليه وسلم مرة أسامة والحسن بن علي، فأجلس كل واحد منهما على فخذه ثم ضمهما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ضمهما شوقا، ثم قال: يا رب إني أرحمهما فارحمهما. الله أكبر، ما قال أحبهما، لأن الرحمة أعلى درجة من الحب، لأن المحب. ولذلك الله جعل المودة والمعين الآخر في قلب الزوج لزوجته، والرحمة هذه الرحمة تجعل الحياة حديقة ذات بهجة، وتجعل الإنسان إنسان. وأقسم بالله أن الإنسان إذا نقص معين الرحمة من قلبه نقصت إنسانيته، إنسانيته، آدميته. العالم من حوله لا يحبونه، يتجافون عنه. ما تلاحظون؟ البعض منا لا يحبه حتى أبناؤه. هل يكره الولد والده؟ واحد ايش يقول له؟ أنت ما تحب أبوك؟ قال: أحبه، بس الله يا شيخ لو يعطيك كف من يده هذه المخمس أن تدعو عليه في سجودك، أسأل الله العافية والسلامة. قلت: لكنه والدك. قال: طيب والدي، بس يرحمني يا شيخ. كلمة جميلة، يرحمني، ارحمني. ولذلك أيها الأحباب، أقوانا وأعظمنا إيمانا وأقربنا إلى رحمة الرحمن، بل وأقرب إلى الإنسانية، من كان قلبه يسيل رحمة، يسيل رحمة. فإن هذه الرحمة تجعل الإنسان في أي بيئة يعيش فيها محبوب، مرحوم، يدنو منه كل أحد. ولذلك معاشر الأحباب، أبدأ وإياكم أو قبل ذلك نمهد بتمهيد. حبيبنا عليه الصلاة والسلام يخبر أن الله أعتق امرأة بغيا زانية لرحمتها بكلب. اتصور إذا رحمت بغي لكلب أوجبت لها الجنة، فكيف برحمة إنسان إلى إنسان؟ إذا كان الكلب يدخل الجنة والتي سقته في قلبها، رأى الله، اطلع الله على قلبها فرأى الرحمة. وبعضنا عنده خادمة لها 6 شهور ما أعطاها الراتب، يا أخي اتق الله في نفسك، ارحمها، ارحم أطفالها، ارحم وحشتها، ارحم غربتها، ارحم مظلمتها، ارفع هذا الظلم عنها. إذا كان ظلم القطة أوجب النار لمؤمنة مصلية صحابية، ومع ذلك قال الحبيب: دخلت النار امرأة في هرة. لذلك أيها الأحباب، الله يحب الرحمة من عباده. ولذلك نداء لكل رحيم، لكل رحيم: رحمتك لعباد الله، لليتيم والمسكين، للقريب وللجار، للمريض وللسجين في الحقوق الخاصة، كل هؤلاء رحمتك بأمك، رحمتك بأبيك، رحمتك بالمحيطين بك. لربما قال الله: أنا أولى بالرحمة منه، خذوا عبدي إلى الجنة. فلربما هذه الرحمة توجب لك الجنة وتدخلك الجنة بلا حساب. ولذلك البعض يعتقد أن الرحمة صفة ضعف. فلان يا أخي ضعيف، ما يتحمل يشوف الدمعة. حبيبك عليه الصلاة والسلام ما يتحمل يرى يسمع بكاء الصغير. لما رأى أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع بنت بنته أي زينب، بنت زينب الكبرى من بنات الحبيب صلى الله عليه وسلم، رآها تبكي وهو يصلي بالناس، يؤم الناس، دخل الحبيب المسجد وهو يحملها. والله يا أحبابي منظر
تصور لو الإمام يدخل ببنيته شايلها يقول صاحت ورفضت أن تسكت، فأريد أن أصلي بكم وهي على يدي أو أحملها على كتفي، يمكن نشتكيه كلنا ونرفع فيه، نقول هالإمام به خلل، جايب ورعه أو طفله إلينا في المسجد. أقول يا عبد الله حبيبك حمل ابنة ابنته، وكان إذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها، وتبكي تريد جدها، وما قال لأمها زينب يا زينب أسكت الفتاة، بل إن الحبيب برحمته بأبي هو وأمي ما تحمل فحملها. ويوم من الأيام يدخل عليه الحسن والحسين في المسجد وهو يخطب، فيوقف الخطبة وينزل من المنبر، ثم يخترق الصفوف ويضمهما ويشمهما ويقبلهما ويصعد يكمل الخطبة والأطفال بين يديه. قال وهو يقرأ الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة، صلوات ربي وسلامه عليه. الدمعة التي في عينه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، لما استشهد جعفر دخل رضي الله عنه، دخل على أسماء بنت عميس وأبناؤها كالأفراخ صغار، والحبيب كان يشبه والدهم، انقضوا على رسول الله يحسبونه والدهم، فبكى وقبلهم ثم قال العيلة تخشين عليهم يا أسماء أنا وليهم في الدنيا والآخرة. أي رحمة في قلب محمد عليه الصلاة والسلام. لذا معاشر الأحباب لا بد أن نوقد في القلوب جذوة المحبة والرحمة. أيها الأحبة، إن هناك أدلة على وجود الرحمة في قلب العبد أو أن القلب صحراء، إن بعض قلوب عباد الله صحراء لا يحركها قط، لا يحركها شجون ولا دمعة ولا نداء. ولذلك هناك بعض المظاهر التي إذا ظهرت عند العبد فإنه إلى خير. وإياك أن تعتقد أن رحمة الخلق أن رحمتهم باب ضعف، أنت لست ضعيف أنت قوي. هل كان الأقرع بن حابس رضي الله عنه أقوى من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يوم أن الحبيب يقبل الحسن والحسين ويهش لهم ويبكي لآلام أصحابه ويعزي طفلا في صغيره وفي طير كان معه، هذا ليس أحبابي، ليس هذا معناه الضعف، بل معناه القوة. خذ بعضا من الأسباب أو من المظاهر التي إن وجدت لديك فأنت تملك قلبا رحيما. من أولها معاشر الأحباب دموعك، دموع الرحمة التي تشاركها أهل المصائب بها. البعض يدمع والذي مات ليس له، يمر على المصاب وقد مات، مات الميت، أبناؤه يلعبون بالجوال، وأبو فلان على المركى دموعه قد غرقت عينه بها وبللت صدره. فيقول القائل يا شيخ الذي توفي والد فلان وأنت جاره، أنت صديقه، أنت صاحبه، ما هذا الدمع؟ إذا كان الدمع لا يخطئ مجارئ عينك فاعلم والله أنك تملك قلب. والبعض منا حتى عصر العين يعصر عينه فلا تدمع دمعة، نسأل الله العافية والسلامة. إن مشاركة الناس في آلامهم ومشاركتهم في مصابهم والوقوف معهم، والله إن دمع بعض العيون يجفف الآلام من بعض القلوب. إذا رآك البعض تشاركه في ألمه كما شارك الحبيب ابنته في بكائه على رحيل ابنتها، وعندما بكى بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام عندما رحل إبراهيم ابنه، إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولذلك نقول للذين يقولون لمن مات عندهم ميت لا تبكي، دع عينه تدمع إذا كان لسانه يحمد، إذا كان لسانه يحمد وليس بممن جزع فلا حرج من دمع العين، فإنها رحمة، فإنها رحمة. أيضا
البعض منا يملك قلباً إذا رأى ذاك المريض الذي يتأوه ويتألم، ولذلك نقول للذي في قلبه قسوة: ألا وقفت بباب الطواري يوماً من الأيام؟ أما ذهبت للجنائز وهي تغسل؟ أما تبعت جنازةً؟ أما سمعت أنين الآلام وأنين المرضى وتقف عندهم عسى أن يلين ذلك قلبك؟ أما تذهب إلى يتيم تمسك في نعش أبيه وهو يلحقهم وين بتودون أبوي وأبوه رايح إلى عالم آخر ويعود من المقبرة بلا أب وقد تفجرت عيونه دمعاً؟ إن بعضنا معاشر الأحباب ما ذاق دمعة المواساة، ودمعة المواساة ليست ضعف إنما هي قوة، إن معناها أنك تملك في صدرك قلباً. أيضاً من أدلة لين القلب حب مجالسة المساكين وعدم التأفف منهم، فإن بعضنا يقول: هذولي عمال، أو إذا دعاهم لطعام قال: يجلسون في الجلسة الثالثة أو الرابعة، أنت بحاجة تجلس معهم ويجلسون معك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذا محمد عليه الصلاة والسلام يأمره الله أن يجلس مع فقراء المؤمنين، مع فقراء المهاجرين، أهل الصفة الذين لا يملكون أزر ولا يملكون أردية ويسترون العورات المغلظة، يجالسهم ويؤاكلهم بل ويشرب الفضلة فضلة شرابهم عليه الصلاة والسلام. إذا تأففت من مجالسة الفقير والمسكين فاعلم أنك تحتاج إلى صيانة عاجلة لقلبك، فإن مجالسة الفقير حياة. وكذلك من الأدلة على حياة القلب رحمة اليتيم. ولو أن أحدنا نظر إلى اليتيم، معاشر الأحبة، أليس كل واحد منا قد يقدر عليه أن تكون ذريته أيتام؟ بلى والله، من منا في عصمة من قضاء الله إذا حل؟ من منا يمنع الموت عنا؟ من أحد منا عنده ضمان ألا ييتم أطفاله؟ أتحب أطفالك؟ أتحب بنيتك التي جملتها أمها وعطرتها وضممتها وأجلستها في حجرك وها هي تتدلل عليك؟ لربما أتى يوم تجلس على عتبة الباب وترى الأطفال يلعبون مع آبائهم وأنت قد رحلت إلى العالم الآخر. ارحم الأيتام وأنت حي، عسى أن يرحم أيتامك بعد موتك، ارحمهم وكن لهم أباً وامسح رؤوسهم وجالسهم، فوالله إنها حياة للقلوب، وإنها الرحمة التي تستمطر بها الرحمة وتستنزل بها الرحمات. جالس المساكين أيضاً، ومن دلائل رحمة القلب السعي على الأرامل، تلك التي قد تضطرها الحاجة للعمل، أرملة وعندها أطفال والمرتب لا يكفي لربما، أو ليس عند زوجها المتوفى مرتب، أحياناً تخرج والبيت ممتلئ أطفال حتى تأتي لهم بقوتهم. أين الرحمة؟ أين السعاية على الأرملة؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفتر. وهنيئاً هنيئاً لأصحاب القلوب الرحيمة الذين يستلمون المرتبات مثلنا لكنه لا يصرف المال كله على نفسه وذريته. والله يا أحبابي أن بعض الناس نعرف من أحوالهم وهم لا يعلمون أن مرتباتهم لا تتجاوز 4000 ريال، وله سنوات طوال يصرف على أيتام وعلى أرامل، وإذا دخل السوق أخذ من الفواكه والخضر ما يكفي 4 بيوت، وليس عنده إلا بيت واحد يضعها عند الباب ثم يطرقه فيأتون ويأخذونه. قد حفظ للفقير واليتيم، حفظ له ماء وجهه. هنيئا لأولئك الرحماء، والله إن في قلوبهم رحمة، رحمة عملية. أما أن بعضنا إذا قيل هذا فلان يتيم دعا لأبيه ثم ولى،
أين كفالة اليتيم والأرملة والمسكين؟ ومن الأدلة أيضاً أيها الأحباب أن في القلوب رحمة، إنظار المعسرين. إن بعضنا دائن والبعض مدين، البعض منا يدين ويسلف، والبعض منا يستلف ويستدين، وبعض الدائنين في نعمة الله يرفلون الغنى في أموالهم، لكن البعض ليس هناك غنى في قلوبهم. وأقول ذلك ونحن على أبواب رمضان، يا صاحب الدين أنظر ذاك المعسر، أنظر واجعل في قلبك رحمة. إن بعض الدائنين يهدد المدين أن يجعل عيده في سجن من السجون. ونعم لك حق لربما، وتستطيع أن تأخذ عليه صك، وتستطيع أن تنفذ الصك، وهذا حقك وهذا الحكم الشرعي، لكني أنادي فيك مواطن الرحمة في قلبك، وأذكرك بقول ربك: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ما أعظم الرحمة في قلب إنسان إذا قال له المدين: والله يا أبو فلان، والله ما عندي وفاء لدينك، والله ما بقي من مرتب هذا الشهر شيء، يا أبو فلان عندي 4، 5، 7 أطفال، ارحمهم الله يرحمك، أنظرني الله ينظرك، أكرمني الله يكرمك. البعض يزداد غضبا ويستشيط غضبا. يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله ابتليت بالغنى وابتلي المدين بالفقر. ولذلك في الحديث: ذاك الذي كان يداين الناس ويرسل غلمانه، ماذا يقول لغلمانه المعقبين محصل الديون؟ يقول لهم: إذا رأيتم معسرا فأنظروه، أنظروه عل الله أن ينظرنا. وأنظره الله ونادى الله: عبدي فلان خذوه إلى الجنة، نحن أولى بالإنظار منه. الله أكبر، والله إن كنوزك اللي عندك وأموالك اللي عندك كلها لا تساوي قول الملك الحق الرحيم الرحمن: خذوا عبدي إلى الجنة، فارحموا وأنظروا وسلفوا. إيش رأيكم يا أحبابي؟ السلف موجود، انقرضت القربة الحسنة عند بعض الناس. يأتي البعض ويقول: يا أبو فلان محتاج 5000 ريال، والله ما عندي شيء، والله ما عندي شيء، ويقصد ما عنده شيء الآن، وإلا فإن الحساب أصفاره كثيرة والخير واجد، أما ترحمه؟ قال: يا شيخ أنا ما سلف، وأنصح كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ألا يسلف، حسبنا الله ونعم الوكيل. يا عدو نفسك، يا من خرجت الرحمة من قلبك، يا عبد المال تعست، تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. يا عبد الله لربما ما أغناني الله وإياك إلا لنجري الرزق لعباده، بعض عباد الله أرزاقهم على بعض عباده، إن أوقفنا إعطاءهم أوقف الله إعطاءنا، فأجروها لتجري. وارحموا عباد الله. فإذا رأيت إنسان، بعضهم يقول: فلان مغفل، راحت فلوسه في بطون الناس، راحت في حسنات تبنى له يوم القيامة، هذا مهم مغفل، المغفل ذاك اللي جامعها وثم فرقها على نفسه، أو مات وتركها فاستعان أبناؤه على الفساد بها. هذا الذي يفرج كرب عباد الله، ذاك عبد في قلبه.